إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام من المشاهدات والمشاهدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نتحدث اليوم ردا على مزاعم القمص زكريا بطرس من أن القرآن الكريم قد استمد مصادره من الوثنية، وثنية العرب القديمة أو الجاهلية القديمة. يستند في ذلك القمص زكريا بطرس إلى ما يزعمه الشيخ خليل عبد الكريم فيما يسمى بكتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، أن العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام. ويقول كما يأخذ منه ويدعي القمص زكريا بطرس خليل عبد الكريم إن الشريعة الإسلامية قد أخذت الكثير من الشعائر التعبدية مثل تعظيم الكعبة وفريضة الحج وشهر رمضان وتحريم الأشهر الحرم وتعظيم إبراهيم وإسماعيل والاجتماع العام يوم الجمعة. فما رأي علماء الأزهر ودعاة الإسلام في ذلك؟ إن شاء الله احنا هنقول له رأي دعاة الإسلام والناس اللي هي إن شاء الله عندها فكرة. هو بينكر كمان إن أبونا إبراهيم ده راح مكة أصلا، يعني عاوزين يجردونا من كل شيء جميل بندعيه. إبراهيم والحج بيسميه الحك عشان النساء كانت بتحك الأعضاء التناسلية في هذا الحجر وتلوثه بدم الحيض حتى اسود الحجر. عشان نرد عليه بنركز على دعوة السادة المشاهدين إلى تشغيل العقل السليم. أولا، الإنسان لما بيخش في الإسلام بيكون هو نفس الإنسان اللي دخل في الإسلام هو نفس الإنسان اللي كان في الجاهلية، وبالتالي الإسلام غلطان وسيدنا محمد غلطان والأنبياء كلهم غلطانين، لأنهم بيستخدموا في إسلامهم نفس البني آدم اللي كان موجود في الجاهلية، ولكن عليهم أن ينسفوه نسفة وأن يخلقوا إنسانا آخر حالما هم يدعونه للإسلام. الحاجة الثانية، أن الإنسان عندما يذهب إلى مكة التي هي الآن بلد إسلامية، فإنه يقول لها لا، أنت أخذت نفسك من الجاهلية، فمكة دي كان بلد جاهلي، فمحمد اعتمد على مكان كان هو هذا المكان مسكن لأهل الجاهلية من قبل، يبقى بلاش من مكة كمان. وخدوا بالكم يا إخواني الأعزاء إن اللغة العربية كمان كان أهل الجاهلية بيستخدموها، وجه محمد عليه الصلاة والسلام كمان استخدم اللغة العربية، ولكن عشان هو صحيح يكون نبي صادق لازم يبطل اللغة العربية دي ويلغيها من الأصل. وربنا ما يصحش يستخدم وينزل القرآن كمان ربنا بلسان عربي مبين كان أهل الجاهلية بيستخدموه. يا للخطأ الشديد، يا للمصادر العجيبة، الجاهلية. وكمان أهل الجاهلية لما كانوا بيأكلوا ويشربوا ويذهبوا ويجيئوا كانوا بيستخدموا السماوات والأرض ونور الشمس، والغريب أنه استخدم نفس الأشياء في حياته ودعوته، وهذا خطأ عظيم. بل إن الحروف التي كتب بها القرآن هي نفس الحروف التي كان يكتب بها الجاهلية،
وكمان الأوراق التي كان يكتب فيها يكتب بها والحبر أيضا كان يستخدمه أهل الجاهلية، فبلاش من كل هذا. طبعا واضح واضح لكل ذي عقل الآن أن مخ القمص لا يفرق بين الأشياء، دي أول حاجة. تاني حاجة مهمة جدا أن القمص بيقول أن كان فيه هيكل وكان فيه أنبياء وكان فيه بني إسرائيل وكان فيه كتاب مقدس وكان فيه السيد المسيح، وهو القمص يعرف جيدا كم مرة هذا الهيكل تم تلويثه بكل أشكال التلويث، بكل أصناف العجول وبكل أصناف البعليم والعشتروت بكل القذارات، ولكن كان دور الأنبياء الطاهرين هو تطهير هذه الأماكن وإعادتها إلى أصلها، بل وبعد أن تهدم تماما وتسوى بالأرض وتقتلع أحجارها من الأساس حتى لا يبقى هناك أي أثر ممكن يدل عليها، فإن عزرا وجماعته يذهبون يعودون ويبنون بيتا آخر غير البيت، ويكتبون الكتاب من الذاكرة ويتكلمون مرة أخرى ويحاولون الحياة، فيقال لهم من أين لم يكن هناك شيء، هذا المكان لم يكن به شيء أصلا، لماذا جئتم إلى هنا؟ هذا المكان لم يكن به أي شيء يدل عليكم. وعندما دخل السيد المسيح إلى الهيكل ووجد به العبث والتهريج من كل شكل وصنف ولون، فإذا به يطوح بكل هذا بيده ويقول كالطود الأشم: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ولكن عندما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم إلى البيت الأقدم من كل هذا، البيت الذي سماه القرآن بإعجاز رائع، البيت العتيق، العتيق زي الخمر المعتقة، بتبقى خمر أصيلة وتمام جميلة قوي. طبعا الخمر المعتقة مش حلال، سببين يعني في التعبيرات الأدبية، يا سلام على الخمر المعتقة، في صنفها وفي بابها هي خمر، خمر عظيمة يعني. لو كان احنا هنتكلم على الخمر أهو، البيت العتيق بقى ده المعتق الحلال، ده المعتق الحلال، وحوله مكان حرام، حرام على كل بني آدم أنه يؤذي فيه الإنسان. البيت العتيق برضو محمد عليه الصلاة والسلام جاء ووجده مليئا بالأصنام، وكان القول: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه متحف ومخزن أوثان ومكانا لممارسات ضالة لا تمت إلى الدين بصلة، كما هو الحال في كل الأمم التي يبني أنبياؤها بيوتا ثم يأتي من بعد ذلك خلف، كما قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبعدين تخيلوا أيها القراء، تخيلوا أيها السامعون، تخيلوا أيها المشاهدون، أن الله الرحمن الرحيم خالق آدم والذي يحب آدم، بعد أن بنى آدم البيت، الأولاد هجروا البيت ومشيوا، ياما أصحاب عائلات ومؤسسي عائلات وأسر بيأسسوا بيوت في أماكن، هذه الأماكن واعدة بطبيعتها ولهم نظرة معينة، ولكن بعض أبنائهم لا يفهمون قيمة المكان ولا قيمة المبنى، ويتركون المكان ويغادرونه ويذهبون بحثا عن حاجات في مخهم. ولكن
الله الذي أحب آدم وأحب البيت الذي بناه وجد الموقف هكذا، إن الأولاد سابوا البيت ومشيوا، هو في مكان صحراوي بس ربنا مستعد أن يجعله مركزا للحضارة، ربنا مستعد لكده ويجعلها أم القرى. فماذا يفعل الله؟ جاء عبد يحبه، ابن بار لآدم وهو إبراهيم عليه السلام، وقد كان مشغولا بالعبادة وبالتسبيح وبالدعوة إلى الله، ثم حان الوقت لكي يجازيه الله ولكي يبارك فيه فأرسل إليه البشرى سيكون لك الأولاد. بدأ ذلك بهدية جارية أهدتها له زوجه السيدة سارة، وكانت هي هاجر المصرية، وتزوجها وأنجب منها ولد الأول بكر. ونحن نعرف ما مفهوم البكر في ثقافة القمص، وحق البكر وبركة البكر، وحرف البكر هو البركة. وبعدين سيدنا إبراهيم وداه في مكان صحراوي، ومكتوب في العهد القديم أن إسماعيل أمام إخوته نزل، أمام يعني أمامه يعني إخوته، يعني إخوته يعني كده ما فيه ما بينهم مثلا 10 متر أو كيلو، لا إخوته كان لهم وعد في الشمال في الأرض المقدسة في الشمال، يبقى وعد إسماعيل في الأرض المقدسة في الجنوب حتى يأتي الوقت الذي يعصي فيه الابن الأول فيزاح من أرضه المقدسة ويحتل إسماعيل المكان كله. إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم سكن في البرية، برية فاران اللي هي يعني في الجزيرة العربية في جنوب فلسطين. وبعدين سيدنا إبراهيم بوأ لإبراهيم مكان بيت أبيه آدم، قال له بيت أبوك هو بيت العيلة، وانت هتبقى يعني خليفته على العائلة. قال الله عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وبعدين عشان نفهم برضو القصة بتاعة سيدنا إبراهيم والذبيحة، عاوز أقول لكم أن الذبيحة دي لها معنى ورمز رائع جدا، وهي ترمز إلى أن الإنسان بيقوم بتضحية بنفسه، لأن عملك هو ابنك وعملك هو أنت، والتضحية بنفسك وبذاتك وبابنك اللي هو ابنك عن عملك، التضحية بنفسك بنتائج أعمالك، والتضحية دي تكون في شكل إيه؟ في هيئة خروف، يعني تضحي بنفسك ويبقى أنت لحم لإخوانك آدم، يعني يطعموك، يأكلوا جهدك، يأكلوا حياتك، يعني تفني حياتك ويهضموا حياتك في حياتهم، يعني تفنى من أجل إخوانك في الإنسانية. أدي معنى إني أرى في المنام أني أذبحك، لأنه تأويلها الحقيقي كان أن يذبح الذبح العظيم، والذبح العظيم كان كبشا وفديناه بذبح عظيم، وصار الذبح العظيم والكبش سنة إسلامية، أننا نذبح الكبش كل عام كأضحية، ونقصد به التضحية بأرواحنا، نقول لبيك، نلبي بأنفسنا، لأن الملبي بيضحي، لبيك يعني إلى التضحية، لبيك إلى الذبح، لأن التلبية بتنتهي بعد ما يذبح، بيقعد يلبي ويلبي ويلبي، أول ما يذبح بيبقى جاء وقت التكبير ووقت ذكر الله بصيغة غير التلبية. لبيك يعني إن حياتي من أجل إخواني طاعة لك حتى ألقاك فتجزيني. في واحد من باكستان شاف رؤية وهو بيحج، ملاك بيقول إن الله قد قبل حج فلان ورفض حج جميع أهل قريته، قرية كذا،
وعندما عاد إلى باكستان ذهب إلى هذه القرية وسأل، فوجدها قرية موجودة فعلا، ثم سأل عن الاسم الشخص حتى وجد الشخص، ولما قابله قال له مبروك، مبارك، مبارك الحج وأن الله قبل حجك. فقال كيف قبل الله حجي؟ أنا لم أذهب إلى الحج. فقال كيف ذلك أيها الرجل؟ إنني قد رأيت رؤيا أن الله قبل حجك أنت ورفض حج جميع أهل قريتك. فقال له أأنت صادق؟ فأقسم له بصدقه. فقال له فبكى، فقال لماذا تبكي؟ قال تعالى سوف أحكي لك، إنني أعمل جزمجي وظللت طول عمري أتمنى أن أحج وأجمع من المال الفلس والفلسين حتى جمعت ما يكفي للحج، وفي اليوم الذي أردت أن أذهب إلى الحج ذهبت إلى المكتب لكي أدفع الرسوم وأقطع التذاكر، فلقيني رجل من جيراني وقال لي إن حالتي وحالتي وعندي ظروف، ظروف صعبة كذا وكذا، وأحتاج مالا وأنا لا أدري ماذا أصنع، وكان في كرب شديد فلم أستطع وبكيت لحاله وأخرجت المال كله وأعطيته له ولم أذهب إلى الحج. فقال له أخوه الذي كان في الحج نعم أنت قد حججت حقا، لقد قبل الله حجك وقبل ذبيحتك ورفض حج جميع أهل قريتك هذا العام، لقد عرفت سر الحج الآن. هذا هو سر الحج، في رؤيا من الله على لسان الملاك يفهم الناس ويفهم أهل القرى والمدن ما هو الحج. عندما تلبس ثياب الإحرام لا يأمن منك الإنسان فقط، بل يأمن منك حتى الحيوان البري الذي يجوز صيده، يأمن منك خلاص صار في أمان. فهل الحيوان هذا في أمان؟ وأما الإنسان فليس في أمان. من أجل ذلك جعل الله الأشهر الحرم، أشهر مرواح الحج ومرواح البيت الحرام والرجوع من البيت الحرام الذي حرم الله حوله وجعله مكانا مباركا باسمه سبحانه وتعالى. هذا المكان الجميل الرائع جعل الله أشهر المرواح والمجيء جعلها أشهر حرام. أشهر الحرام دي مش للحجاج بس، المفروض كان الحجاج من الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وربنا كان بعت إبراهيم للناس، والناس كلها كان المفروض تطيع الله. ده التصميم الأصلي، الديزاين الأصلي، إن الناس كلها تطيع الله وتحب وتيجي. ومعنى كده إن كل الناس تلتزم بالأشهر الحرم، كل الدول، كل القبائل، كل الشعوب، كل الولايات تقف عن الحرب إجلالا للشمس الذي طلعت، شمس الأشهر الحرم. عندما تأتي الأشهر كل واحد يغمد سيفه ويرمي سلاحه دلوقتي ويقول لأخيه بعد ما تنتهي الأشهر الحرم ابقى تعالى حاربني ثاني. طبعا ما دام في احترام للأشهر الحرم وما دام في احترام لأي كبير في هذا العالم غالبا انه مش هيرجعوا يحاربوا بعض تاني، وغالبا هيعم الأمن والسلام العالم. يا ليت الأمم المتحدة الآن تشرع الأربع الأشهر الحرم على الأقل كحد أدنى يحترم فيها كل واحد في العالم هذه الأشهر، فلا يرفع سيفا ولا يضرب طلقة ولا بندقية. والله لو التزمت الأمم المتحدة واجتمع مجلس الأمن وجرم أي شعب أو أي دولة تنتهك الأشهر الحرم، والله العظيم سيحدث أعظم الروائع في تاريخ البشرية. الله ربط الأشهر الحرم في القرآن الكريم لا بإبراهيم ولا بمحمد ولا بالعرب ولا بالجاهلية، ولكنه ربط الأشهر الحرم بماذا؟ بظاهرة فلكية، بخلق الكون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الدين القيم اللفظ ده هو جه في سورة يوسف، يقول الله على لسان سيدنا يوسف برضو نفس الشيء، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني معناها إيه؟ معناها إن الدين القيم دين البشرية كلها، فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها في سورة الروم، وفي نفس السورة ذلك الدين القيم. فالدين القيم دين الفطرة، دين البشرية، دين إبراهيم، دين يوسف، دين العالم كله مرتبط بخلق الأرض وخلق الكون بالأشهر الحرم. ومعنى كده ان يعني التوقيت القمري والأشهر القمرية يجب على العالم كله ان يحترمها، يجب على العالم كله ان هو يقدرها، لأن القمر مش اختراع عربي ولا اختراع جاهلي، ده القمر خلق إلهي، والمظاهر بتاعته اللي بتحصل عليه، وحتى عاد كالعرجون القديم، ده صنعة إلهية، والخسوف والكسوف وكل ما يتعلق به صناعة الله الذي أتقن كل شيء. فعلى البشر أن يحترموا الله الصانع العظيم. فيها الناس بتروح تحج، والحاج الحقيقي اللي بيحج فعلا ما بيزقش أخوه، لا يدفع أخاه، لا يهين أخاه، لا يدوس على أخيه. الحاج الحقيقي إذا كان فيه صحة يطوف حول الكعبة في دائرة بعيدة عشان صحته كويسة، ولو إن الدائرة الواسعة شاقة إلا إنه فيه صحة وربنا مديله، فعندما يصنع ذلك ربنا يعبيله الصحة في زكايب ويديله. والضعيف يبقى قريب من البيت. ومعنى كده يعني ان مسألة لمس الحجر الاسود دي ده اشارة باليد تعتبر لمس، يعني معناها يعني والدي ابراهيم امسك هذا الحجر بيده، لانه يكاد يكون الحجر الوحيد الباقي من الحجارة الاولانية اللي ابراهيم بنى بها البيت. وعشان كده يعني زي ما يكون الحجر ده عبارة عن بدلة بابا، كرسي بابا، يعني طبق كان موجود أيام بابا، أي حاجة من ريحة بابا بنحترمه خلاص لا أكثر ولا أقل. بشور كده يعني هو إبراهيم لمسك بيده، فأنا برضو بحاول ألمسك بإيدي، يعني بحب أبويا إبراهيم. وربما كان هذا هو الحجر الوحيد الباقي من الحجارة التي بناها آدم في البيت، فيكون آدم نفسه استعمل هذا الحجر، لأنه حجر قاسي بطبيعته ويقبل الحياة فترة طويلة جدا. في الطواف الحاج الحقيقي لا يدفع أحدا في الرمي، ممكن يرمي بعد ما يفوت يومين وثلاثة كمان، ولا يلتزم بالمواعيد اللي بعض الفقهاء المتشددين محددها، لأن الرسول سئل عليه الصلاة والسلام عن بعد ما يرجع من عرفة ينفع أي حاجة قبل أي حاجة. كل واحد يقول له عملت كذا قبل كذا يقول له افعل ولا حرج، أنا هعمل دي بعد دي، افعل ولا حرج، كله جايز وكل ممكن يرمي بعد اليوم الثالث، ما فيش أي مشاكل مطلقا من أي نوع وأي تعقيدات فقهية من هذا النوع لحساب الشيطان وليست لحساب رجم الشيطان. مش ندوس على بعضنا، هذا عار ان مسلم يدوس على مسلم عشان يرمي جمرة، ورسول الله ينظر الى الكعبة نفسها، الكعبة نفسها الرسول بص لها وقال لها والله ان حرمتك عند الله لعظيمة، ولكن المؤمن اعظم عند الله حرمة منك. ولكن بعض الفقهاء الجامدين في مخهم يجعلون رمي حجر في مكان فضاء ممكن تنتهك به حياة مسلم ويداس عليه، هذا الغباء الفقهي الذي لا نهاية له، والذي يؤدي إلى أخبار يستعر منها أي إنسان مسلم حقيقي ويخجل منها، تدل على الفقه الأعرج والفقه الأعوج الذي يجول في عقول كثير من الناس. موجود في تاريخ كل الأمم زي كده وأتعس من كده وأتعس وأرذل من ذلك. المعصية معصية الناس لربها موجودة في كل شرع ودين. إذن موضوع الكعبة بقى واضح بهذه الطريقة، وبقى واضح أن القمص بيبقى قدامه الأمور فيها وضوح وممكن تتفهم،
وهو عنده ما يدل عليها، لكنه يؤثر الأذى، ويؤثر العفن، ويؤثر كل شيء قذر. يعني حاليا المسلمين كلهم يعلموا جيدا أن هذا البيت بيت إبراهيم وأقدم بيت. يعرفوه منين؟ يعرفوا المسلمين كلهم ده أقدم بيت من قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. جاب الاسم الأولاني بتاع مكة بكة، وبعدين قال إنه ده أول بيت وضع للناس، يعني ده هذا بيت آدم، أول بيت وضع للناس. نحن نعلم أن أول الناس بنوا بيوتا لعبادة الله كان على إيد آدم الموحى إليه، مش الأوادم التانيين الذين لم يوحى إليهم. يبقى آدم الموحى إليه بالذات هو هذا الآدم الذي بنى هذا البيت لعبادة الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولما ربنا يقرر يبارك ما بيرجعش في كلامه. فبعد ما الناس سابوا المكان ونسيوا المكان، ربنا قال لإبراهيم: أنا لي هنا بركة، لي هنا بركة فاذهب واطلبها. طب والولد يخرج له ماء ولا تقلق عليه. ولما وضع الولد هناك قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات عليهم يشكرون. وربنا عمل كده واستجاب لدعاء. قم زعلان إبراهيم ما راحش مكة. إبراهيم راح مكة غصب عنك. غصب عنك ليه؟ لأن بالعقل كده، ما دام القرآن فيه التوحيد النقي وانت الوثائق اللي عندك فيها التوحيد المشوب، يبقى القرآن أصدق منك. ليه؟ لأن ما فيه نقاء أقوى من الذي فيه شائبة. يبقى إذن اللي فيه ذكر إبراهيم وفيه توحيد النقي أصدق من الذي لا يذكر إبراهيم ذهب إلى مكة بالنص وليس فيه توحيد نقي. هو بيقول إن هو كلام عجيب قوي، بيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما ذكرش ان ابراهيم جه ايه، ما ذكرش ابراهيم في مكه انه جه، ما ذكرش ابراهيم في مكه، ولكن لما راح المدينه بقى وحاول يسترضي اليهود وكده فما نفعش معاهم، فعاوز يرجع لابراهيم تاني ويسترضي العرب تاني. اولا حذف المعلوم جائز، والامور البديهيه الكلام فيه انا الناس عارفه ابوها القمص عاوز ينكر علينا ابائنا كمان. اسم فتحي وجدي اسمه مبارك، القمص يقول لي لا جدك مش مبارك. ياك انت تعرف جدي عني اما حاجه عجيبه. القمص متخصص في حاجتين عجيبتين: في الصاق انساب غير موجوده فيخلي ربنا له ابناء بالعافيه، هو بالعافيه كده، وبعدين يخلع العرب عن ابوهم، مش ابوهم بالعافيه كده، مش بالعافيه يخلع أبناء من أبائهم ويلزق أبناء لغير أبائهم. هذا هو القمص زكريا بطرس، من هو عجيب إن شاء الله. أيها السادة المشاهدون الكرام، أستودعكم الله في هذه الحلقة على وعد أن ألقاكم في حلقة قادمة وأحدثكم عن أمر غريب مؤلم للنفس عندما أتكلم عنه، وهو ادعاء القمص زكريا بطرس إن الهلال، إن المسلمين بيعبدوا الهلال، بيعبدوا وثن اسمه الهلال أو القمر، وإن لفظ الله ده مش اسم الله خلق الأرض والسماء، ده اسم إله القمر، وإن الله أكبر يعني إله القمر أكبر، ولا إله إلا الله يعني لا إله إلا إله القمر. هنشوف بقى الإيه، هنتجول في عجائب القمص زكريا بطرس في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.